الطيران المروح يقصف مدينة اللطامة بريف حماة الشمالي بالبراميل المتفجرة. الطيران المروح يقصف مدينة اللطامة بريف حماة الشمالي بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. 7/25/2014 قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامة بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 25/10/2014 ولا يزال الطيران المروحي في الأجواء.